مرحبا بكم من جديد. إذن في حكايتنا لليوم احنا موجودين في سيدي ثابت نهار 5 أكتوبر 2019. العمة السعدية مرأة كبيرة مسيكنا باش تلقاها ميتة في قلب دارها، ميتة وبملابسها الداخلية، طايحة في بيت ولد خوها اللي ولا يسكن بحذاها عنده سنوات. ولد خوها ماهر اللي يتهم بصفة صريحة والجيرانهم بالأمارة البارح دخل للحوش متاعهم وسرق الأرانب متاع عمته، وربما في الموضوع سرقة، وربما ولد الجيران هذا هو المسؤول على هذه العملية. هل عناصر الأمنية بما أنه وجه له الاتهام باش تحل كتاب على حكاية ولد الجيران وباش تسأل الجيران شنو حكاية السرقة متاع الأرانب؟ نعم سيد محقق، كيفاش؟ احنا سرقنا الأرانب تاع السعدية؟ شكون قالوا هالكلام هذا؟ ماهر؟ ابدا، ولدي مشى البارح مش يسرق في الأرانب، الأرانب هربونا من الدار، مشى والحوش سعدية، ولدي مشى يجري يحصر فيهم وجابهم من حوش سعدية، ما عنده حتى علاقة بموضوع السرقة. وقت اللي باش تثبت العناصر الأمنية باش تلقى فعلاً أنه الحكاية لا فيها سرقة ولا هم يحزنون، وأنه الأرانب هما فعلاً الأرانب متاع الجيران. ولكن اللي باش يثير انتباههم مش فقط موضوع الأرانب، أما مواضيع أخرى باش يقولوها زادة الجيران. الجيران اللي يحكيوا على علاقة خايبة ما بين سعدية وولد خوها، الجيران اللي باش يحكيو على صياح وبكاء يوصلوا يسمعوه السعدية في الليل. ماهر ما كانش يتردد باش يضرب عمته اللي يظهر انه معيشها في جحيم من مدة، ابدا يبيع فيها في اللي وراها واللي قدامها، حتى من البهيمة حشاكم اللي عندها باعته بالشيخ وهو فليساته. من غير عادة ما نعاود نقولك الهدرة متاع كل مرة وانا نقولها، ناس هذي الكل قالوته وبعد ما المرأة ماتت، ها؟ ناس سمعوا مرأة في 70 سنة تبكي، يعرفوا اللي عندها ولد خو يضرب فيها، سمعوها تصيح كذا مرة، لكن حتى واحد فيهم مازال باله نهار باش يهز التليفون ويبلغ، ها؟ تي بيناتهم، تي شي يهمنا فيهم احنا، ها؟ استقالة من المسؤولية في وسط المجتمع، استقالة تامة، قوس ونسكروا. ملا ماهر قاعد يعنف في عمته ويخذلها في فلوسها. اي وين هو كالبحث اللي مشاه متاع المطرقه بربي؟ هي المطرقه مغسوله الحقيقه. ماهر يقول انه كي سالوه عليها قال انا مساس نستعملها في الدار كي نعمل بريكولاج ولا حاجات في الدار، اما ما نعرفش شبيها مغسوله ولا شبيها في الوضعيه ذيك، ما استعملتهاش مؤخرا. برشا مجرمه الغباء اللي عندهم خليهم أنه يتصوروا مثلاً أنه كيف يبدأ في مسرح جريمة يكفي أنه يغسل مسرح الجريمة بالماء باش تختفي الأثار، يكفي أنه يغسل أداة الجريمة بالماء باش تختفي الأثار، وينسى أنه الأثار وآثار الدم هي آثار لا تمحى. عاود معايا ترى، لا تمحى. وهالآثار باستعمال تقنية تتسمى البلو ستار موجودة عند المحقين تتلقى، حتى كي تمسحها بلي تمسحها آثار دم تتلقى، وهذا اللي باش يتلقى على المطرق آثار الدم. زيدك زياد، مش قلنا واني المرحومه تلقات بملابسها الداخليه؟
وبالتالي فما فرضية متاع أنها تعرضت للاغتصاب، وهي الفرضية الصحيحة. وبالقيام بعملية التحليل متاع الأثار اللي باش تلقاه على ملابسها الداخلية، أشنو باش نلقاو؟ باش نلقاو أثار الحمض النووي متاع ماهر ولد خوه. ماهر باش تتوجه له أصابع الاتهام والتهمة مباشرة في قتل عمته سعدية. أعليش قتلت عمتك يا ماهر؟ أبداً، مستحيل، أنا عمتي نحبها، كيفاش وعليش باش نقتلها؟ ولو أنا كنت عندي بعض المشاكل في الدار، ولو كنت عندي استهلاك للمخدرات وللزطلة، ولو كانت عندي سهريات مشبوهة وكنت نجيب لها للدار في الناس على بعضه، ولكن هذا الكل ما يخلينيش نقتل عمتي اللي نحبها. في جون في 2021، رغم إنكار ماهر، دائرة الاتهام باش توجه له تهمة القتل العمد، ولكنه ما زال إلى يومنا هذا ناكر لهذه الجريمة. وذاك اللي قلت لك عليه من الأول، أنه بعض الجرائم المجرمين اللي فيها لكل الأدلة تدل عليهم يرفضوا الاعتراف، شيء اللي يخلي العائلات موجودين في ألم يزيد على الألم الأول، ألم أنك بخلاف الفقدان متاع القريب، الألم أنك مكش فاهم شنو اللي خلى ماهر يغتصب عمته، مرأة كبيرة في 70 من عمرها وأكثر، ويقتلها. أعليش يعمل هكا في المرأة اللي تصرف عليه ومعاونته ولاهية بيه وبخطيبته؟ أعليه شنو اللي صار باش خليه يعمل اللي عمله؟ سؤال يبقى من غير جواب. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. Ha 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 ha!